يعني قصة من القصص اللي اتحكت لي برضو، انه ودي حد اعرفه يعني كويس، كانت مخطوبة يعني حد جه خطبها بشبكة ببابا وماما واخويا ومرات اخويا، جم البيت واحنا وهم العروسة راحت اتعزمت عندهم وراحت لهم البيت، وقعدت 6 شهور مخطوبة. وبعدين هو قال لها انا طالع اسكندرية ونتكلم وبتاع وكده، وكلميني وانا في الطريق في اسكندريه وكده، فبتكلمه فالموبايل مقفول، فطول الطريق تقول ايه، اه لا هو اسكندريه، هو في يمكن الطريق مفيش شبكة. السيجنال وقع. فاكتشفت هو مش طالع اسكندريه، هو طالع امريكا مهاجر. يعني فهي فضلت يعني ايه، هو انت طلعت امريكا ليه؟ لا انا طالعه ادرس. طب انت ما قلتليش ليه انك طلعت، طب ما ايه ما تقول لي. فهو وبعدين هي لما كلمت اهله، اهله اتخضوا واحرجوا وما فهموش يقولوا ايه، هو ما قالكيش؟ لا ما قاليش. فانا مش فاهمه يعني ليه واحد يعمل كده، وهل دي يعني هو عايز ايه؟ يعني ليه بيعمل في بنته ويكسرها قوي كده ويوجعها قوي كده؟ ليه يا ابني؟ ده انت ابن ناس واهلك كانوا موجودين وكده، ليه؟ ما هي دي الفكره، ليه يعملوا كده؟ في حاجه نفسيه اه، عندهم؟ ايه في حاجة عايزين نفسية ايه؟ يعني. بصي، موضوع الخطوبة دوت اللي هو قرر انه هاجر امريكا، هو كان بيدور على الهجرة وعلى السفر، فلما جه بالنسبة له بقى اولوية اهم. اه، ممكن هي تستناني بقى، ممكن ابقى لا، او صالحها، هو ممكن مثلا تمشي. مكسل يواجه هو مش عايز فيتبقى اعتراض، خناقة هو مش عايز اعتراض اصلا. انا حلمي وصلت له وهعمله وهكمله، ومش هينفع تعترضي عليه. ما عنديش وقت ان انا ادخل في نقاش، هعمله هعمله. يقوم ماشي كده واخد في وشه اه، مفيش وماشي. مشكلة عنده، لأنه ده شخص هو من الأول بيعمل كل الحاجات دي عشان نفسه، مش عشان مشاركة. هو من الأول بيعمل كل الحاجات دي عشان نفسه، مش عشان هل المشاركة. بقى الشخص ده لو ظهر تاني ورجع لها تاني، العيب البنت اللي ممكن تسامح كنت في لسه موقف زي هقولك ده؟ او ما هو رجع خد ده انت على بقك، يعني عارفة بالظبط يعني كده، ازاي رجع، يعني حد يعمل حركة زي دي ويتسامح ازاي؟ هقولك ازاي. هي لسه ما تعافتش، ولسه محشوره في حاجه من ال5 حاجات بتوع الالم الفقد او الم الرفض، اللي هما ال5 حاجات، المراحل الاساسيه اللي هي الحزن والتسويف، وانها مش مصدقه وليه بيتعمل فيا كده. هي ما سامحتش نفسها، ولا سامحت الشخص ده، ولا تجاوزت الصدمه. فهو رجع لها في مرحله من المراحل دي، فهترجع يا ساتر، وهيرجع تاني. وهيعملها. اه، هيكرر نفس الباترن، لان ده بيبقى باترن متكرر عندهم يا دعاء، اللي بيحولك لشبح او اللي انت قلت بيتعامل لي في حاجه بالجوستنج. علاقه اسمها يويو، في ده اليويو دي بقى اخطر بكتير اللي من هو الجوستنج. يسيبها زي كده بالطريقه الجوست ايوه، ده، فجاه يختفي وبعدين يرجع فترجع له، هو يبعد اليويو وبعدين يرجع ويرجع. يكلمك، فانت ما بتبقيش فاهمه في الاول، وبعدين ترجعوا تاني. الاتاشمنت اللي هو بيبعد قوي، يدخل جواكي بعدين يبعد. بعدين عارفه اليويو، انا بزقك بعدين وبعدين استك ترجع، اشدك. فهي العيب بقى انها بالظبط بترجع، بالظبط، وبعد ترجع وبتاع يقوم سايبها يقوم بعد هو تاني. وبعدين يرجع. فانت انت طول الوقت متلخبطه، وطول الوقت قاعده مستنيه يكلمني، مستنيه يرجع لي، مستنيه افهم فيه ايه، ايوه فبترجعي بسهوله.